تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. بعثت المنتخب المغربي بيا ووندي حطت أمس بالكاميرون قادمة من الدار البيضاء رحلة أخرى نحو الأدغال الإفريقية من أجل خوض نسخة جديدة من كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بعد 7 أيام فقط. بوصول عمران لوزا أدم سينا أول أمس اكتملت المجموعة المغربية في انتظار لحاق ثلاثي إشبيليا الإسباني منير الحدادي يوسف أنصاري وياسين بونو بعد خوضهم لمباراة قادش اليوم. فيصل فجر تحدث مباشرة بعد وصول المنتخب إلى يوندي. الحمد لله كل شيء وهداك وصلنا بخير لوتيل مزيان، المهم كنتسنى غير نبداو غدا لونتخيمو إن شاء الله. واش غنقول للجمهور المغربي؟ الجمهور المغربي ديما معنا وإن شاء الله إن شاء الله نفرحوا الجمهور ديالنا بلادنا، داكشي اللي بغينا حنا جينا لهنا باش نفرحوا بلادنا وإن شاء الله يكون خير. فيصل فجر لاعب خط وسط المنتخب المغربي، ومن المرتقب أن يخوض أسود الأطلس مباراة ودية أمام بوركينا فاسو قبل بداية المنافسات من أجل تعزيز الانسجام. البداية ستكون يوم 10 يناير أمام غانا في مجموعة تضم أيضا جزر القمر والغابون. نواصل مع تحضيرات المنتخبات المغربية. تونس قبل الكان تعيش على وقع الخلافات بين الناخب التونسي منظر الكبير والإعلام التونسي، نقاط خلاف كثيرة يقربون منها الإعلام التونسي عبد السلام فلا من تونس. لا ندري هل هذا التأثير السلبي سيستمر وسيتواصل عندما تنطلق المباريات، لننتظر ونحكم. ولكن عموما يعني المنتخب التونسي يستعد لبطولة أمم إفريقيا وسط أجواء مشحونة، ففي المؤتمر الصحفي لتقديم قائمته لم يقنع منظر كبير بأسباب استبعاده معتصا، لم يقنع كذلك بسبب استبعاده فرجاني تاسي. صحيح قال أنهما مصابان بالكورونا، ولكن لكورونا أيام ويبرى ويشفى منها أي لاعب، وبالتالي المبررات لم تكن مقنعة. وأيضا يعني رحيل عادل السليمي في هذا الظرف قبل أيام من بطولة أمم إفريقيا كلها أسئلة تلقي بظلالها على المنتخب التونسي، إضافة إلى هذا التوتر الحاد الذي وصل يعني لحد مطالبة الزملاء الصحفيين هنا في تونس إلى مقاطعة أنشطة المدرب منذر الكبير. من تونس عبد السلام ضيف الله. نتحول إلى الحديث عن البطولة المغربية الاحترافية. إنوي آخر مباريات المرحلة الذهاب جماعة أمس الجيش الملكي بالرجاء البيضاوي، نزال متكافئ انتهى بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله نقطة منحت الجيش الملكي المركز الثالث ب24 نقطة، بينما فشل الرجاء في تقليص فارق النقاط عن الوداد لينهي مرحلة الذهاب خلف غريم بفريق 6 نقاط كاملة. بعد 3 أشهر دون خسارة ريال مدريد يسقط على ملعب الكوليسيوم ألفونسو بيريز أمام خيتافي، هدف وحيد من التركي إنيس أونال جعل كفة فريق الضاحية تميل على حساب رائد جدول الليغا الذي تذوق طعم الخسارة الثانية هذا الموسم. رغم ذلك استمر الريال في الصدارة بفارق 8 نقاط عن إشبيليا الذي يلعب اليوم أمام قادش. من جانبه أتلتيكو مدريد استفاق أخيرا بعد 4 هزائم متتالية، فاز على رايو بايكانو ليصعد للمركز الرابع ب32 نقطة. برشلونة رغم الغيابات الكثيرة التي عانى منها استهل العام الجديد بفوز مهم على مايوركا بفضل هدف الهولندي لوك ديونغ وسدة رائعة من الألماني تيرشتيغن أواخر المباراة. اليوم تتواصل الجولة 19 من الليغا، في ريال أمام ليفانتي، أوساسونا أمام أتلتيك بلباو، إشبيليا أمام قادش. في إنجلترا أوفت قمة تشيلسي وليفربول بكل وعودها على ملعب ستانفورد بريدج. بدأ الريدز بقوة عبر الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح قبل أن يعود البلوز في المباراة بفضل كوفاسيتش وبوليسيتش، نتيجة أفادت مانشستر سيتي الذي واصل صدارته للبريمير ليج بفارق 10 نقاط كاملة. وفي إنجلترا دائما اتهم الاتحاد السنغالي نادي واتفورد الإنجليزي بأنه منع مهاجمه إسماعيل أسار من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون في 9 من الشهر الحالي. وأكد الاتحاد السنغالي في بيان رسمي عن إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والعنصري من قبل مسؤولي واتفورد. وفي فرنسا أعلن نادي باريس سان جيرمان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد 4 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا. وكان نادي العاصمة الفرنسية أعلن السبت عن إصابة 4 لاعبين لم يكشف عن أسمائهم قبل أن يفصح عن ذلك أمس، وهم بالإضافة إلى ميسي خوان برنات وسيرخيو ريكو، بالإضافة إلى لاعب الوسط بيتو مازالا. ونختم من السعودية حيث فاز السائق القطري ناصر العطية بالمرحلة الأولى من رالي
دكار التي أقيمت الأحد في حائل يعزز صدارته في الترتيب العام بعد أن كان الأسرع في المرحلة التأهيلية، وقطع السائق القطري الذي فاز باللقب 3 مرات المسافة متقدما بفرق 12.07 ثواني عن الفرنسي سيباستيان لوب الذي احتل أو الذي سبق وتوج بسباقات الراليات 9 مرات. من السعودية نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة 7:17 على أموال.